عن جد حرام تنتفن هيك مواهب. سؤال أخير، كيف فجأة مثل الدول الرياضة الإنسانية التربية الإنسانية، كيف استطاعت النافذة استطاعت خلينا تلو فيها على هذا المجازات أو هذه المشاريع اللي خلصنا في سوريا استطاعت؟ أكيد عطوا فكرة، يعني هي رسالة، ما بس في كل لوحة وكل قطعة لها رسالة، وكل شخص يعني مثل ما قلت لك في مرة ضريرة ما بتقدر بتشوف، يعني أنت فيك تأخذ الرسالة منها وتأخذ المعنى والإلهام إنه هيدا الإنسان عن جد يعني صحية ما بتشوف، بس عنده حس فني وتقنيات عالية كتير ممكن الشخص العادي ما عنده إياها. كلمة تضيفيها؟ بس شكرا من كل قلبي. الله يعافيك يا رب. شكرا كثير لك. شكرا. انا ديما. ديما عمل اكاديمي انا مهندسة في المجال انتيريا ديزاين، حاليا في المجال عمل انا ببريطانيا. شكرا جزيلا. شكرا كثير. انا ديما الاكتع من سوريا، محافظة ادلب. صبية مثل أي صبايا، بعمر 18 سنة فقدت رجلي من خلال قذيفة إجت على البيت وانصبت وخسرت رجلي اليسرى، بس الحمد لله رب العالمين. كانت قصص لي، قصة عزم وقوة ونجاح أكيد، ورب العالمين اختارني لحتى أنشر الرسالة اللي بعت لي إياها، أنه مجرد نحن بنخسر شيء بس رب العالمين بيعوضنا بشيء احسن اكيد، وما نوقف عندها لانه الحياه رح تمشي، ونخليها قاعده انه الشيء اللي راح ما رح يرجع اكيد. ولهيك دائما بحمد ربي على هي النعمه لانه خلاني اتحدى واجه كثير مشاكل انا ما كنت بتخيل اني واجهها. كنت بدي عند دور المركز، مركز سلمان في رعايه الاخوان السوريين بعد الازمه اللي مروا فيها؟ صراحه كان كثير داعم قوي، والمركز صراحه قدم كثير، وانا بتشكرهم كثير 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 على هي المساهمه والمبادره يلي عملوها. انقذوا حياتي كثير، وبالاخص بنعرف نحن الزلزال اللي تعرضت له هلا زاد الكارثه كارثه اكبر، فبالعكس كان يد العون. والحمد لله يعني قدرنا نحط الناس على آلية بالمخيمات يلي تهدمت بيوتها، يلي ما ضل عنده ملجأ تروح عليه، فتأثيره كثير قوي نفسيا وجسديا من كل النواحي. بستفسر عن موضوع انتاج اخوان في سواء شغلة يدوية او حاجات، ايش دورها نفسيا ومادية في الدعم؟ هلا اكيد كل الاشغال صراحه مثل ما شفت حضرتك كلها من الاعمال اليدويه اللاجئين بالمخيمات يلي ضرروا من الحرب، في من اصحاب الهمم، وفي اشخاص ما بتشوف يعني قدرت تعمل تحف عن جد، واعمال يدويه بشكل كثير كبير بشكل كثير حلو ومحترف. فلوحات الفيسوفاء كمان من الاشغال يلي عن جد لها تراثها ولها قيمتها وبتشتغل بدقه كثير كبيره، فأنا بحسه هذا هن فنانين. طب كم عندك إحصائية عدد المستفيدين؟ هلا صراحة ما عندي إحصائية. لا إيش كان دوره أثر النفسي على قصدك الزلزال؟ تبني هذه المواهب وهذه الأفكار والمشاريع؟ طبعا هي لها أثر، يعني كلاتنا بنعرف نحن بمراحلنا النفسية بعض الأحيان بنمر أو نحن بحاجة هذا الدعم، لانه بيكون هو المنفذ الوحيد يلي قدامنا يلي بيطلع هذا الشيء يلي جواتنا. واكيد مثل ما شايف حضرتك المواهب يلي موجوده فيك تشوف وتتمعن بالقطعه اكثر لتعرف انه هذا الانسان عن جد في موهبه رب العالمين عطاياها، فعم نحاول نوصل له اياها بطريقه. استاذه ديما، كيف حالك؟
Humanitarian assistance, there are things we cannot do based on war. It's very difficult to have access to technology, time availability, and skill.